السلام عليكم حبايبي ومتابعيني من كل دول العالم. اليوم عنا موضوع بهمكم جدا، بهم الباحثين عن الحقيقة، وبهم اللي بدهم يفهموا وينوروا عقولهم ليقدروا يعرفوا شو عم يصير بهالعالم هاد، وليش عم يصير، ومين اللي عم يطلع بإيده يتحكم بعقولنا، وكيف عم يتحكم فينا، ويا ترى المؤامرة موجودة لما مو موجودة. طبعا هلأ كتير من الأشخاص عم يحكوا عن مؤامرة لدرجة صار اللي ما عنده شغلة ولا عمل يحكي عن مؤامرة، وخاصة الأشخاص اللي قارين كتابين ثلاثة، وخاصة بعد ما طلعت سلسلة كتب الأستاذ على الحلبي وقروا الناس كم كتاب له، وبلشوا يصيروا عندهم حالة هستيريا، ومو بس حالة هستيريا، حالة شك، انه بلش الواحد يفكر جاره امه ابوه هو مرتبط بالماسونية او مرتبط بالاشخاص اللي قاعدين بالظل وعم يتآمروا عليهم، بلشت واحدة حتى تشك بجوزها او جوزها يشك فيها. هلأ هي مو موضوع كل الأد بهالخطر، ولكن مشكلة انه كان الموضوع هاد يقعد بيدين الطبقة المثقفة، يعني اللي يحكوا عن مؤامرة هن الطبقة المثقفة. هذا الحكي كان من 20 سنة او اكتر وما يزيد، وكانوا اللي يحكوا فيها اشخاص دارسين ومطلعين ويقدروا في عندهم علامات يعتمدوا عليها ليقولوا شو نسبة المؤامرة بالعالم كله وبالعالم بالوطن العربي بشكل خاص. وكلنا بنعرف انه في اول اللي مطلعين انه حتى في اشخاص مشهورين عبر التاريخ انكتب فيهم كتب انه هن من الاشخاص يلي هن كانوا منتسبين للماسونية وغيرها، ومنهم الشخص المشهور يلي بيحبوه كل العرب واللي بيعتبروا رمز من رموز العرب، وهو المجاهد عبد القادر الجزائري. ومو بس هيك، حتى في عندك أشخاص كتير غيره كانوا مشهورين اتهموا إنهم هن من الماسونيين. وفي طلعت كتب وصور وثائق تتهم هدول الأشخاص. إذا بدي أحكي أسمائهم، أنا عم أحكي لحكي أسماء مو اللي بالوقت الحالي، عم أحكي أسماء المشهورين الأعلام، من شخص مثل عبد القادر الجزائري، شخص زلمة من أكثر اللي يعرفوه بأهل سوريا حكوا عنه، شخص كان من أروع وأحسن الناس، واللي يعرفوا عنه بالجزائر بيعتبروه بطل قومي. هو بالفعل بطل قومي. كيف هو ماسوني؟ في شغلة هون بتكون تعرفوها، مو بس هيك، في كمان حتى الشيخ محمد عبده، مو بس هنون، مو بس هو، إيه كمان في عندك هذا الشيخ نسيت اسمه من الأفغاني، هذا اللي إجا كان اسمه آسف، ما في كمان شيخ مشهور كتير وكانوا دول بمصر، وفي ناس كانوا هدول مثقفين، هدول أشخاص علماء، منهم علماء دين متهومين انهم هن مع الحركة مع الماسونيين وكانوا يرتبوا. طيب هدول عملوا للعرب كتير قصص، كيف الحكي هذا؟ طب هون انت دائما بيجي مشكلتنا من العرب عاطفيين، ونسبة التحليل عندهم كتير قليلة، فالأشخاص الشخص الوطني إذا بيسمع الحكي هاد دغري أو اللي بيحبهم بيقول لك لا هذا كله كذب وكذب، وبيصير فيهم مثل المشايخ كل شغلة ما بتوافق هوائهم شو بيقولون؟ بيقولون أنا ما عجبتني أخي، خلاص هدول كذب وكذب. يعني بتجي بتحكي قصة، بس بتجي شغلة بتحكي على معاوية عمل شغلة السيئة الفلانية، كيف بتحكي هذا صحابي؟
يا أخي أنا ما حكيت، إذا أنت مآمن بالتاريخ تمام، بالتاريخ حكى، وإذا ما كنت مآمن بالتاريخ ففي شيء منطق، لا في منطق ولا في تاريخ، هات صحابي خراس خرسنا مجال اتناقش معه. وبنفس الوقت هدول نفسهم يلي تيجي بتحكي معهم، وإذا بيجي بدك تحاكيهم على هدول الأشخاص، هدول الأشخاص برأيه هن ما بيغلطوا. إنه كيف بتحكي عن واحد قائد رهيب عظيم وحقق كل شيء، معقول هذا الزلمة يكون ماسوني؟ هلا ممكن إيه وممكن لأ. أكيد الماسونيين هن سريين، ما حدا يعرفون، بيموتوا بيعيشوا ما حدا بيعرف مين هن. بس أول شغلة بدنا نعرف شغلة مهمة عن الماسونيين قبل ما نحن نقدر نسمع كلمة الماسونيين نموت رأي. احنا الماسونيين هن اولا واخرا هن تنظيم بيساعدوا بعض، لهم اهداف مثل ما كل التنظيمات بالعالم لها اهداف، يجوز تكون عكس اهداف باقي الناس، ولكن كمان هن ما هنين الشيطان الرجيم اللي بدك تخاف منه كل قد، ولا بدك بنفس الوقت تقدم عليه كل هالقد، يعني لا بدك تكبرهم ساويهم وهم إلك يخوفك يصير البعض تبعك، ولا بدك كمان تستقل فيهم أبدا. هن التنظيم مثل التنظيمات، مثله مثل فرسان الهيكل، مثله مثل الصوفية، مثله مثل الأشخاص الباطنيين بقية المذاهب، لهم شغلات إلى أول ما لآخر، كلهم هدفهم يحكم البشرية، بس كل مين بطريقته ومعتقده، وأكثر منهم ما في دول، يعني مو واحد اثنين خمسة عشرة عشرين عدد ولا حرج. طيب بدول أشخاص العظماء إذا كانوا هن منتسبين لهالحركة الماسونية ما لا؟ هلأ أول شغلة أنت عم تحكي، هلأ نحن وصلنا للقرن 21، يعني نحن هلأ اللي بنعرفه كمية المعلومات اللي بنعرفها بهداك الوقت بداية القرن ب1900 وبأواخر عند ب1800 بأواخر 1800 ما كانت معروفة، يعني كم المعلومات ما كانت تعرف. كان في شيء اسمه حركات ماسونية، بس هي كانت موجودة بكل الدول العربية تحت شعار الخير وما الخير، وكان لهم شغلات بيعملوها للخير، فما كانت لسه معروفة الحركات، ولا كانت الفضائح. الفضائح ما طلعت بالوطن العربي، الفضائح طلعت بأمريكا وبريطانيا، وبعدين انتشرت للعالم وترجموها العرب يعني. فكانوا بالنسبة للعرب هدول الأشخاص هن أشخاص مناح وبيعملوا جمعيات خيرية وبيعملوا كذا، فما كان حدا بيعرف مين هن. ومن هون نحن من النقطة هي من ننطلق، فاستطاعوا هدول الطبقة من المتنورين الماسونيين فرسان الهيكل وحتى في منهم من الصوفيين ان يعني يدخلوا بالعالم ويدخلوا بالبشر ويحطوا البذرة تبعهم، وكان هذا هو بهذاك الوقت، وكان ينتسب الى ناس كتير من علاط القوم ويفوتوا لعندهم هن يحكوا لهم عن الخير والأخوة ومساعدة الناس. وممكن في منهم كانوا اللي موجودين مقتنعين بهالقصة، يعني ممكن يكونوا أشرار، في جزء منهم يكون كتير مقتنع، يعني في كتير ماسونيين معتقدين إنه هن عم يعملوا خير للبشرية، يعني هن بيقولوا لك احنا ما سمعنا شيء ولا كذا. هن هدول اللي بيشتغلوا بهالقصة مو كلهم سيئين، بجوز 9% هن مناح، 1% هو المحرك اللي عارفان شو القصة وشو اللعبة الكبيرة وكيف نظرية مؤامرة بده يسيطر. فممكن هدول التسع يعملوا كتير شغلات خير وهن المعلون عارفان هم منتسبين، عم يقولوا الناس جهلة ما شفنا نحن منه غير كل خير، المشكلة نحن صار فينا مثلنا مثل اللي بيقول عن معاوية، نحن ما شفنا منه هو خليفة خليفة وهو صحابي، كيف عم تحكوا عنه؟ بس انت ما بدك تقرأ تتعمق بالتاريخ كيف هو صار خليفة وكيمتى دخل بالإسلام ومين أمه؟ أمه يلي أكلت كبده لها عمه للنبي حمزة يلي فاتت بالإسلام بحد السيف، ومين 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 ومين؟ ما بدك تفتح مخك وما بدك تعرف إنه جدي النبي شو قال؟ قال له فاطمة
سرقات لقطعت يدها، يعني الحكم على حتى على السيدة فاطمة إذا بتعمل غلط عليها حكم مما كانت تكون، مو معاوية اللي فات على الإسلام هو وأهله بحد السيف بعد ما خربوا وفاتوا أصلاً وهن ما لهم مقتنعين، بس لأنه موضوع كان خلص هو عبارة عن صار السيف على رقبتهم والتاري بينهم وبين بني أمية وبني هاشم. عم نحكي بهالقصص هي، ما في ناس هلا رح تكش لحالها أنا مخهم قفل، وإذا بكشوا أريح لأنه ما بدهم يفهموا وده يضلوا طول عمرهم مخهم ما لهم فتح. نرجع لموضوع مين؟ موضوع هدول الماسونين. معناتها الماسونين في جزء منهم احنا ما لهم أغبياء، احنا واصلين للذكاء أكتر، في جزء منهم بيكون متخفي بيخليك تعمل شغلة على أساس هي خير والهدف منها بالمستقبل ومصالحه الشخصية. كل هن ما بيهمهم يقتلوا البشرية مثل جماعة نظرية المؤامرة، هذا آخر همهم، هن بيهمهم آخر شيء مصالحهم الاقتصادية، مصالحهم اللي بتناسبهم إنه يصير. وهذا على فكرة يعني مو بس هن، مثل ما يكون شايفين العالم كله بيدور على مصلحته، وهن دورين على مصلحتهم بس بطريقة ذكية وبطريقة مؤامرة صعب حدا يفهمها إذا ما كان كتير مطلع. طيب عرفنا ان هدول الماسونيين موجودين وبيحطوا هدول اشخاص بيدوروا على اشخاص مميزين بيقولوا لهم نحن مو مثل ما بيعرفونا وبيفوتوا لهم الافكار. وكان هذا الموضوع سهل من تقريبا 150-200 سنة لانه اصلا ما في كان معلومات عنهم زيادة، فممكن واحد بطل مثل عبد القادر الجزائري وغيره وغيراته من هدول عظماء التاريخ يكونوا تورطوا بطريقة ما بيحط بهالشغلة. هي احتمال. والاحتمال الثاني انهم يكونوا كيف مثل ما بيعملوا في منهم، انه بعد ما ماتوا طالوا عليهم كتب مشان يخلوا الناس تشك بقاضينا، كمان هذا وارد. هلا نحن مالنا بهالقصة اذا كانوا وما ما كانوا، انه بشغلة تانية بتهمنا أكثر من القصص هي كلها. اللي ماتوا ماتوا صفوا بين إيدين الله، نحن ما لنا علاقة، لكننا بزمانهم ولنا نحن ندافع عنهم هلا ولنا نحن نتهمهم هلا. هلا هن بين إيدين الله يصطفلوا شو ما كان يكون، بهمنا نحن اللي بإيدينا. كيف بيضم اختراقنا؟ أشخاص بتقلك بالمؤامرة، ناس بتقلك ما في مؤامرة، كله كذب وكذب وأمراض نفسية ما بتلاقيها غير عند العرب، والعرب عندهم شماعة اسمها المؤامرة. هلا المؤامرة ما طلعت من شغلة العرب، موجودة قبل العرب، وأصلا احنا تعلمناها من مين؟ من الأجانب. وطلعت بكتبهم وشو مثقفين ترجموا لنا اياها. وكانت نظرية المؤامرة أكثر شيء بيأمنوا فيها بالدولة العثمانية، وانتقلت لنا بالاحتلال العثماني، وانتقلت لنا بالترجمات. طيب طبعا بحكي انا عن المؤامرة المرتبطة بالماسونية والمؤامرة اللي مرتبطة بالسيطرة على العالم الموحد، اما في مؤامرات تانية نحن كانت موجودة من زمان، هي شغلة تانية هي اللي مرتبطة بتنظيم الحشاشين وما الحشاشين والتنظيمات العائلية، هي ما عم احكي عليها، هي نحن من طول عمرنا مبدعين فيها. العرب دائما نتآمر على بعض، كيف بتآمر الأمويين على الهاشميين، وكيف تآمروا العباسيين على الهاشميين وعلى الأمويين، وعد وكيف طلعوا السلاجقة. تاريخنا نحن محترفين بالمؤامرة يعني، وعندنا التنظيمات والعائلات السرية حدث ولا حرج، تاريخنا تليان. ولكن مو هون القصة، لحد هلأ هذا الموضوع موجود بكل دول العالم. موضوع يا ترى نحن هلأ وين؟ وكيف بتنزرع البذرة من هدول الأشخاص؟ هلأ أول شغلة بتكون تعرفوا أنه في عائلات من نقلة موجودة بيناتكم، وهي العائلات هلا في منهم طبعا هن بيعرفوا حالهم هدول عائلات، ولا حيسمعوا كلامي رح يصل ضغطهم يطلع ضغطهم ياخذون اليوم عن المستشفى من الرعبة. عائلات من نقلة من صغرهم بيعلمون شو
يكون نسب ولاء لحدا تاني، مو لبلد. يعني كيف؟ يعني في عائلات منا إلى ولاء بالباطن، هنن فيهم عرق تركي ولاء للدولة العثمانية ولتركيا، وعايشين بيناتنا وببلاد بالدول العربية، ولكن ولاء عثماني. في منهم ولاء للفرس لإيران، في منهم ولاء للماسونية. طبعا أنت عم تحكي على عائلة منا إلى عم تتربى بصغرة ولاء لغير بلدها، لغير أخواتها. بالظاهر ان الناس كتير مناح، ما بتشوف منهم العيبة. كيف بدك تعرفهم هدول اللي ولاءهم اصلا مو لبلدك وعايشين معك وكل شيء، وهن مالهم لهالبلد هي ولاءهم؟ وطبعا اشخاص حتى باوروبا عايشين هون ولاءهم لشيء تاني. هدول الاشخاص اللي بنخاف منهم، مثلا دمشق في عائلات دمشقية كتير معروفة مين هي، سئلال اللي بيعرفوا انه بقلب العائلات الدمشقية في عائلات ليست دمشقية، ومن عرفت اصلا كيف فارت بالعائلات الدمشقية، وبعدين كيف صاروا هنين يستلموا الامور الدينية وصاروا يوجهوا الناس، مو بس بدمشق بكل دولة. بس الناس ما بتفكر، يعني انت مثلا اذا سألنا اي واحد شامي انت شامي بيقول لك ايه انا شامي، وطبعا هي معروفة بسوريا ان الاغلبية بده يكون يقول لك انه نحن شوام. طب انت شامي، طب انت شامي شو كنيتك، وبيقول لك شي كنية، طيب تطلع انه الشوام كنيته مهنة، واذا ما كان كنيته مهنة فهو ما له شامي. بتلاقي كنيته غريبة عجيبة ما لها مرتبطة، بس يا اخي معه مصاري بيسكتوا بيقولوا انه هو شامي. طبعا كل الناس خير وبركة، إن كان الشامي لما الحلبي لما اللادقاني لما الطرطوسي كلهم ما في فرق. بس احنا عم نحكي هلأ شامي، أنا بحكي كأني شامي، فبعرف كيف بيفكروا أهل الشام وكيف بيفكروا. طيب تطلع أشخاص ما لا أصلا من أهل الشام، تلاقي فد مرة مسكوا أغلبيتهم مركز ديني صاروا يواجهوا الناس، وهن أكتر شيء أنا ضد القصة هاي، بيقولوا إنه نحن شوام وبس. طبعا الشوام احتمال يكونوا مسلمين، احتمال يكونوا في مسيحية شوام، في يهود شوام، في كتير من الشوام. تمام، فالعائلة شو بتكون؟ لازم يكون باسم مهنة، لأنه أهل الشام مهنية. طبعا حلب كمان في ناس حلبية نظامهم مختلف، بس أنا بعرف كتير بالشام لأني بالأصل شامي، فبعرف كيف عائلات الشامية مين هن. طيب في عائلات كتير داخلة ما هي مهني. طيب وعم يقولوا عن حالهم انه شوام، واكثر ناس متعصبين للشوام مع انه هن ما لهم شوام. طيب مين هنين؟ هدول كثير منهم اذا لقيتهم العائله صارت شو؟ دغري ما معروفه مين هي، وعم انتسبت لمدينه غير مدينتها، وهن للمدينه تبعك وهن مالك عارفان اصلا الحقيقي من وين، وفجاه لقيتهم استلموا وصار عنده المراكز دينية، عرف انه في شيء قصة غير عادية، عرف انه في دعم غير طبيعي، عرف انه ممكن يكونوا تابعين لتنظيم او عائلة غير العائلات اللي موجودة، وممكن يكونوا هي بيعملوها كتير اليهود. في بعض العائلات اليهودية بتحط بذرتها بقلب العائلات مشان شو؟ توصل فكرتها، وممكن يدخلوا وبشو بديانات أخرى. طبعا نحن ما عم نحكي على كل اليهود، في كتير يهود مناح بالعالم ما لهم علاقة فيهم، نحن عم نحكي على اليهود، بحكي على الشيء الصهيوني الشيء المحتل كذا، هذا وضع تاني. أنا ما عم أحكي على حدا يهودي كدينه، هو في يهودي دينه زلمة منيح مثلنا مثله، ما لنا علاقة فيه، مو هاد. احنا عم نحكي على الاشخاص اللي هن تابعين لتنظيمات، وممكن طبعا ما يكون يهودي، يمكن يكون مسيحي، يمكن يكون مسلم، يمكن يكون من اي طائفة. فانا ما عم احكي على دين معين، ولا عم احكي على اشخاص هن تابعين لعقيدة. انت بحقك تشوف ما كان دينك يكون، ولكن في امور وده انت تتبع لتنظيمات
سرية، بدك تتفق على الآخرين، بدك تحضبنهم دينهم، بدك تغيروا. كلكم شفتوا مسلسل رأفت الهجان؟ تمام. ولا مسلسل رأفت الهجان اجا بده يزرعوه وبقلب وين؟ بقلب الإسرائيل وبقلب اليهود. شو عملوا؟ راحوا جابوا شخص متعصب دينيا ميت، وحطوا بدال منه شخص هو رأفت الهجان، البطل رأفت الهجان، وخلوه يحكي بنفس لسان اليهود والصهاينة ويآمن بالقضية أكثر منهم، ده قدر ينزرع مع انهم ويجيب المعلومات. هي نفس الطريقة اللي نحن عم تصير عنا، يعني نشوف مسلسل رأفت الهجان نفسها هي اللي تستخدم الطريقة من مئات السنين أو آلاف السنين للزرع بين الناس. يعني شو بيلاقوا؟ مجتمع إسلامي محافظ، مجتمع إسلامي، فكيف بيجيبوا واحد بيحكي انه هو شامي أكثر من الشوام، سني أكثر من السنة، وبيبلش يطلع بالقصة. كيف تقدر تعرفون؟ حكينا في علامات موجودة انه هي العائلات بالاصل مالا شامية، فبيفوتوا بالمجتمع الشامي ويدافعوا عن الشوام. بتطلع بتلاقي عندهم قصص مو طبيعية، بتلاقيهم متعصبين للمذهب السني اكتر من السنيين، وبيقولوا انه عن حالهم عشان هن يمسكوا القيادة، وإذا كانوا شيعة بيحكوا إنه هن شيعة أكثر من الشيعة مشان يمسكوا الشيعة. ومن هون فبلش هلا كل واحد فيكم إذا قال أنا حلبي، فأنت بتعرف عائلات الحلبية، وإذا حدا عم يدافع عن الحلبية أكثر من الحلبية شوف عائلته شو هو، فات بالأمور الدينية وعم يترياس، إذا لقيته هيك خاف. الشوام نفس الشيء، لبنانية نفس الشيء، المصاروي نفس الشيء، الخليجية نفس الشيء. بتعرف إذا كل واحد فينا بس انتبه شوي لهالقصة هاي، الجزائر، المغرب، غيره وغيراته، إذا لقى هدول اللي عم يظهروا بسرعة وهن يدافعوا أكتر عن معتقدك، وهن مال منك وفيك، يعني مو من عائلاتك، مو من العائلات المعروفة، بل شو دوروا ولا العائلات؟ يا ترى العائلات يلي عم تمشوا يحكوا بالعائلات وكذا، يلي عم يحكوا بالأصول وما الأصول، هنن أهل أصول معروفين مين هنن؟ لما أنتوا أخذتوا بس بظاهر الأمر أنه نحكوا بالدين، إذا بلشتوا تدوروا وراء القصة هاي حتكتشفوا كتير أشخاص، هدول الأشخاص مدسوسين بيناتكم، وهزتهم يخربوا عليكم دينكم ومعتقدكم ويمكن بلادكم. من هون بتبلش تقدر تفكفك خيطان لعبة المؤامرة اللي كلياتنا نحن واقعين فيها. مو المؤامرة انك تيجي تحكي بس تقرأ لي كم كتاب وتقلي انت بالمؤامرة، بدك تفهم اكتر من هيك، بدك تفهم شو الهدف منها. وطبعا لسه الموضوع بنحكي كتير، وفي عائلات متحكمة بالعالم قدرت تتحكم بالعائلات، نظام العائلات بالعالم لحد اليوم ما خلص، ولكن لساته نظامه شو صار؟ كان نظام ظاهر وعشائري ظاهر، صار باطن وصار ينزرع قلب العائلات عائلات لأهداف تانية، وهي الأهداف هي للسيطرة عليك وعلى أولادك وعلى موارد بلدك، ولا يصير حروب وصير قتل. لا تخلوا حدا يسيطر عليكم، ولا تخلوا حدا يدخل بيناتكم. تعاملوا مع الناس بكل طيبة، بس لا تتعاملوا معه بسذاجة وغباء. لا تخلوا حدا يبثلكم أفكار طائفية يخليكم توصلوا لمرحلة انكم تتخانقوا بينكم وبين بعض، ويكون هو هذا الشخص باسم الدين هو اصلا تابع لحدا تاني وبده ينهيكم. كونوا بخير، وبشوفكم درس جديد حبايبي وطلابي من كل دول العالم. بكره بشوفكم وبس احكي معكم.